الهدف الرئيسي من هذا اللقاء كنسخة أولى في معهد التكنولوجيا التطبيقية بزايو، ففي هذا المعهد المتخصص وهذه المجموعة نتاع المكونين والمكونات والطاقم الإداري حاولوا أنهم ينظموا هذا اللقاء بمشاركة كافة المتدربين والمتدربات، واللي الهدف تاعو الأساسي كما سبق الذكر وهو خلق ثقافة مقاولاتية لدى متدربين ولدى حاملين شهادة مؤسسة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، على أساس أن يتسهل الاندماج نتاعهم في سوق الشغل. ففعلا في الموازات مع ذلك كانت مسابقة نتاع بعض الشباب اللي اقترحوا بعض المشاريع ذات صبغة مهمة في الحقيقة، لأنها كانت أفكار جديدة وأفكار في مدينة زيو، رغم أن مدينة صغيرة برهنت على أنها فيها طاقات كبيرة وطاقات اللي بكل صراحة اقترحوا مشاريع أو أفكار مشاريع اللي بكل صراحة خلت اللجنة اللي كانت مشرفة على الانتقاء نتاع هاد المشاريع بكل صراحة مخلوعة ومبهوضة ومبهورة من هاد الأفكار نتاع المشاريع. فنتمناو أننا نتوفقوا وما تكونش هذه النسخة الأخيرة ويكونوا نسخ أخرين، واللي غادي يمكنوا على الأقل باش نطوروا الثقافة المقاولاتية والفكر المقاولاتي لدى الشباب، اللي يمكن لهم من خلال هاد اللقاءات يفكروا بجدية في وضع أسس أولى للمشاريع نتاعهم، مشاريع جد صغيرة في إطار المشاريع المدرة للدخل للدخل. قبل كل شيء نشكروا الناس اللي نظموا هاد التظاهرة هذه في المؤسسة ديالنا، في شخص المدير وفي شخص الأساتذة ديالنا اللي نظموا هاد الشيء وقفوا معنا. هذا المشروع هذا جا نتاج على واحد المجهود كبير ديال الجروب ديالنا اللي كان في القسم كتكون 11 ستاجير، وكان عمل يعني متعب لواحد الدرجه كبيره، يعني كنا كنسهروا الليالي على هذا الشيء. الحمد لله التعب ديالنا تكلل بالنجاح ولنا المرتبه الاولى اللي فتحنا بزاف ديال البيبان ان شاء الله في تحقيق هذا المشروع ديالنا. تلقينا وعود من السيد قمور المدير الجهوي انه غنمشي معنا في المشروع ان شاء الله، وكذلك جمعيه مبادره اللي لقينا وعود واشخاص اللي كانوا مدعوين كذلك شجعونا على الفكره. حنا الان كان ان شاء الله في بدايه الطريق نخدموا على المشروع ديالنا باش انه يتحقق، وان شاء الله نديروه في مدينه زيو اللي تكون اضافه ان شاء الله لهذه المدينه. وشكرا. تجربه رائعه حتى من الناحيه ديال انها رفعت من القيمه ديال ليتابليسمون ديالنا، بما ان بزاف اللي كيقولوا بلي التكوين المهني ديال مدينه زيو مستوى هابط بزاف وما فيش القرايه وفي غير العبث. بالعكس كنقول لكم واحد الرساله كنوجهها اللي بغى يقرا وعنده رغبه كبيره انه يمشي في هذا الاتجاه يجي ويتسجل ويقرا، مرحبا به وان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. تنتواجدوا في مدينه زيو اللي تتشبه المدن عده في الجهه الشرقيه، يعني متوسطه من ناحيه الحجم من ناحيه العدد الساكنه، وتتعيش حالة تترقى اليوم بفك العزلة بهذا الكاتفوال اللي اندارت ما بين بركان والناظور. وتفاجأت كثيرا رغم التجربة المتواضعة ديالي في فرنسا كخبير في التدبير الاقتصادي والانفورماتيك وحاليا في الجهة الشرقية في المغرب وحتى في افريقيا بالمستوى، ما بغي هذا الشيء ماشي ديماغوجي، صراحة كانوا شبان عندهم أفكار مبدعة وأن معجزة أن من واحد لو سونتر ديال التكوين اللي ما فيش إمكانيات ديما كثيرة، ما فيش أن كرون ماتيريال، ما فيش هذا، أنهم تيخرجوا دي ريزولتا ديال دي كرون لابوغاتوار دي زونيفرسيتي. هذا الأول. الثاني هو أنهم مشاريع تتماشى مع المؤهلات البيئية الإنسانية الجغرافية ديال الجهة وتتستاهل كل التشجيع، بحكم أن أول تجربة ديالهم دونك كاين ناس اللي مشاو أودلا ديال الفكرة وبدعوا وبناوا منتوج أو آلة أو هذا، وكاين واحد الدينامية اللي تخلقت اليوم لأن هذه أول حصة ديال هذه الإجازة، وان الديناميه اللي اليقين ان شاء الله انها غادي تكون واحد البذور ديال طموحات عديده عند الشباب باش نزيدوا نبتدوا روح المقاوله عند الشباب المغربي وحتى الشابات، لان لاحظت واحد لو فينومين هو انه كانوا بزاف ديال البنات، ولا كيستيون دو جونغ ديال لو فيفر انسامبل مهمه جدا. اذا حتى بالنسبه للجاذبيه الترابيه ديال الجهه ديالنا الى عاملات بناتها بصفه عادله كما ينص الاسلام كما ينص الدستور ديالنا الوطني الى اخره. احنا فرحانين اللي شاركنا في هذه المبادره وخرجت بنتيجه هائله،
وحنا فكرنا ان شاء الله باش نواكبوا ونعاونوا لي فام خريجي مع هذا من هذا التكوين، عندهم افكار هائله تبارك الله وزوينه بزاف، وان شاء الله المواكبه ديالنا ان شاء الله ولي زيكسبيريونس ديالنا غادي نواكبوهم ونشجعوهم باش يفتحوا حتى هما لي زونتربريز ديالهم ويستافدوا من التجربه ديالنا ان شاء الله، ونتمنى نكونوا عند حسن الحظ. اللي غادي ان شاء الله نحاولوا نواكبوهم، راه حنا قلناها لهم باش يتصلوا بينا ونواكبوهم جوسكو بو باش ما يطيحوش في المشاكل اللي طاحوا فيها دي زونتربريز وداروا فايت وشردوا بزاف العائلات. اللهم يستافدوا في الاول، وراه حنا راه الاشاره ومرحبا بهم في اي وقت.